مساء الفل عليكم يا شباب، وحشتوني جدا جدا جدا. اتمنى ان الاطباق اللي فاتت تكون عجبتكم. انا النهارده معايا طبق جديد وهو جمبري مشوي مع الخضار ورز بسمتي. كويس. الجمبري يا جدعان يعني براس، هو الجمبري هتشوي براسه، ما تشويش جمبري بدون الراس بتاعته. كويس. هتفتحه من ظهره من ورا كده بالطريقه دي عشان التتبيله تخش فيه كويس، بمقص او باي حاجه، وكمان عشان يتشوي كويس، وتنضف ظهره. ظهره هيبقى فيه سلسله من ال 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 الاخراج بتاعه، فهتنضف الظهر بتاعه. تمام. التتبيله بتاعه الجمبري زي ما انتم شايفين كده، هيبقى توم، ملح، كمون، شطه، 3 ليمونات، ومعلقتين صويا صوص. تاني هنقول توم، ملح، كمون، شطة، 3 ليمونات، ومعلقتين صويا صوص. اتمنى ان شاء الله ان هو يعجبكم، واشوفكم على الجريل. سلام. الفل عليكم يا شباب. ده الرز البسمتي، عبارة عن كوباية رز، كوبايتين مية، ليمونة، ورق راولة، وعندك حبة هان، ومعلقة كركم، ومعلقة ملح. عشان الكركم عشان الرز يطلع لونه أصفر ويمشي طعمه مع الجمبري. أشوفكم على الجريل مع شوية الجمبري. سلام يا حبيبي. شايفين يا جماعة؟ شوية رز يستاهلوا بقكم. ألف هنا وشفا على قلوبكم. أشوفكم في الطبق النهائي. مساء العسل يا شباب. احنا دلوقتي على الجريل، قابلكم دلوقتي. خضار، ذرة، اسباراجوس. عايز تشوي أي حاجة شوية على الجريل. وده الجمبري بعد التتبيلة، يبقى شكله عامل كده بالظبط، اتشبع جدا بالتتبيلة بتاعته. كويس. وهنا ده الخضار، ده أنا هرش عليه بس إيه، رشة زيت زيتون كده عشان إيه، عشان عندي هنا الناندوس. الناندوس يا جماعة مش مع الفراخ بس، الناندوس ممكن تعمله على الخضار، في منه الإكسترا هوت، وفي منه الهوت، وفي منه الاعشاب والليمون والمايلد. اوكي. هنزل دلوقتي بالجمبري على النار. كويس. زي انتوا شايفين كده حاجة يا جماعة سريعة، أتمنى إن هي تعجبكم، وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة رمضان. وأتمنى يا رب يا رب يا رب إن وقت الحظر ده يتفك وتتفك علينا جميعا، وربنا يصلح حالنا. أشوفكم في الطبق النهائي. سلام. الطبق النهائي. ألف هنا وشفا على قلوبكم يا حبايب قلبي، وكل سنة وانتم طيبين، وانتظروني في طبق جديد. تامر يوسف. سلام.